بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حياكم الله الزملاء والزميلات في الجلسة الأولى من اليوم الثاني من ندوة توظيف البحث الإجرائي في العملية التعليمية. والبادئ البدء نتقدم بالشكر لمعالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجب الله السلمي على دعمه المتواصل للجمعية السعودية العلمية المعلم جسم باستمرار ووقوفه مع مجلس أعضاء الجمعية، كما نشكر الدكتور عبد الله بن علي الكاسي عميد كلية التربية ورئيس الجمعية السعودية العلمية للمعلم جسم على دعمه المباشر واللامحدود. وأيضا كذلك أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة. الشكر موصولا لعماد التعلم الإلكتروني ممثلة في منصة تزامن التي أتاحت لنا الفرصة لتقديم هذه الندوة، ونسأل الله أن تكون ندوة مفيدة ذات فائدة للجميع. استعرضنا أمس جلستين كان فيها مجموعة من الأهداف، تكلمنا عن المفهوم الإجرائي للبحث الإجرائي وأيضا كذلك أهداف البحث الإجرائي وأنواع البحوث الإجرائية، وكذلك تكلمنا عن خصائص البحث الإجرائي والمقارنة بين البحث الإجرائي والبحث العلمي، وأيضا كذلك خطوات البحث الإجرائي، وأوردنا مثال لبحث إجرائي وكيفية تطبيقه. ونستعرض كمفهوم للبحث الإجرائي مرة أخرى، هو عبارة عن عملية بحثية إجرائية يقوم بها المعلم بنفسه أو المشاركة مع آخرين بهدف تطوير قدراتهم وآرائهم داخل قاعة الصف أو في المؤسسة التربوية لإيجاد حلول لمشاكل حقيقية قائمة في البيئة التعليمية بهدف الارتقاء بجودة التعليم. وبالتالي يعد البحث الإجرائي بحثاً تربوياً لأنه طبق في المجالات التربوية لإيجاد حلول المشكلات والظواهر التربوية. وأيضاً كذلك تطرقنا لخطوات البحث الإجرائي بدءاً من تحديد المشكلة، والتأمل والتفكر من خلال الإطار النظري والدراسات السابقة، وأيضا كذلك صياغة الفرضيات والتساؤلات وتصميم البحث الخطوات الإجرائية، وأيضا كذلك استخدام الأدوات المناسبة لمشكلة البحث وتنفيذ البحث والقيام بتغييرات أو تدابير أولية لحلول المشكلة، ثم تجمع البيانات وتفسر تفسيرا وصفيا وكيفيا لاستخلاص النتائج من أجل التحسين للأفضل أو التحسين المستمر للعملية التعليمية. صحيح أن نتائج البحث الإجرائي محدودة وغير قابلة للتعميم على حالات أخرى لمحدودة العينة والفئة المستهدفة، وبالتالي لو مثلاً على سبيل المثال اكتشف معلم من المعلمين أن هناك غير طلبة غير مهتمين بأداء الواجبات المنزلية أو المشاركة في الأنشطة الداخلية أو تنفيذ أوراق العمل، وبسبب عدم مثلاً متابعة المعلم له ووجد عمل خطة لإيجاد حل لهذه المشكلة، لا نستطيع أن نعمم هذه النتيجة على طلبة آخرين في مدرسة أخرى باختلاف الفروق الفردية وباختلاف الإمكانات وأيضاً باختلاف قدرات المعلمين والمعلم إلى آخر. وبالتالي فالبحث الإجرائي يهدف لمعالجة مشكلة معينة في موقف معين، وبالتالي هو تصميم بسيط مرن يهدف إلى حل مشكلة واقعية يقوم بها شخص ممارس. البحث الإجرائي ما في صوت يا شباب؟ ما في صوت؟ واضح جدا. طيب، وبالتالي هو يعالج مشكلة معينة اكتشفها الممارس
ووجه عمل خطة إجرائية بسيطة بعد أن تأمل في المشكلة وتأمل في حلولها، ويحاول من خلال هذه الخطة التي صممها أن يجد حل لهذه المشكلة. البحث الإجرائي يستطيع أن يقوم به المعلم، يستطيع أن يقوم به قائد المدرسة، يستطيع أن يقوم به المرشد الطلابي، يستطيع أن يقوم به المشرف التربوي، يستطيع أن يقوم به أمين مصادر التعلم، لأنه هو موجه لمشكلات قائمة داخل المؤسسة التربوية. يستطيع المعلم أن يقوم بالمشكلة بتحديدها وتنفيذها وجرحها بنفسه، أو بمشاركة فريق آخر مثل ما هو حاصل في بحث الدرس. اليوم سنستعرض بإذن الله جلستين. الجلسة الأولى تشمل على تحديد مجالات المشكلات التربوية في الميدان التربوي، وأيضاً شروط وصياغة المشكلة البحثية في البحث الإجرائي، يعني كيف أني أصيغ المشكلة البحثية في البحث الإجرائي وكيف أحددها، وكذلك نبدأ نتكلم عن أدوات البحث التي يمكن تستخدم في البحث الإجرائي كالاستبيان وبطاقة الملاحظة والمقابلة، وأيضاً كذلك اختبار لنوع من أنواع التفكير. المؤسسة التربوية اللي هي المدرسة بها العديد من العاملين، بدءاً من قيادة المدرسة، المعلمون، المرشد الطلابي، أمناء مصادر التعلم، محضري المختبرات، الإداريين، كلهم عاملون في المؤسسة التربوية، وبالتالي الجميع يواجه مشكلات يومية داخل المدرسة ويستطيعون حلها من خلال البحث الإجرائي، شريطة أن يكون لديهم مهارات البحث العلمي. وتصنف المشكلات الموجودة في الميدان التربوي إلى تقريباً 4 أنواع: مشكلات تربوية تعليمية، وهذه تتصل بالمنهج، واستراتيجيات التدريس وطرقها والمقرر الدراسي ومستوى التحصيل المعرفي وتنمية التفكير وأساليب التقييم وتنوعها وتدريب المعلم ونموه المهني. يعني هذه المشكلات أكثرها تكون داخل قاعة التعلم، مثلا التحصيل الدراسي منخفض، التفكير منخفض، أيضا المعلم هو من يحدد هذه المشكلة، وهو من يستطيع أن يضع لها الخطة الإجرائية المناسبة لإيجاد حلول لها. أيضا كذلك أساليب التقييم لم تكن متنوعة، يعمل المعلم على إيجاد خطة لتنوعها. تدريب المعلم ونمو المهني، يستطيع أن يدرس مدير المدرسة إذا كان هناك عزوف مثلا عن الحضور لدورات التدريب التربوي، يضع خطة إجرائية لتحديدها، وبالتالي يعمل على محاولة مع فريق داخل المدرسة بأن يجد حلول لماذا المعلم لديه عزوف في حضور الدورات التدريبية. مشكلات نفسية، وهذه أكثرها الأخصائي الاجتماعي أو المرشد النفسي والأخصائي النفسي في المدرسة، تتصل بمشاعر المتعلم وسلوكياته ودافعيته للتعلم، وكذلك أداء المعلم المرتبط بوضعه النفسي والاجتماعي، هذه من ضمن المشكلات النفسية الموجودة داخل المدرسة. أيضاً كذلك مشكلات اجتماعية التي تتصل بعلاقة الأسرة بالمدرسة وعلاقة المتعلم بالمعلم، ومشكلات مادية تتصل ببيئة التعلم وجميع المرافق الأساسية. لو استعرضنا هذه المشكلات مرة أخرى، نجد أن كل مشكلة موجهة لشخص معين في المدرسة. يعني مثلاً استراتيجيات التدريس إذا لم تكن ذات جدوى، مثلاً استراتيجية أو الطريقة المعتادة التي يستخدمها المعلم، يستطيع المعلم بنفسه أن يحدد هذه المشكلة، يتأمل في حلولها، يضع لها خطة إجرائية، ينفذ هذه الخطة ويشوف ويرى مدى نتيجتها على أدائه وعلى استجابة المتعلمون له. أيضا كذلك المشكلات النفسية المتصلة بمشاعر المتعلم وسلوكياته ودافعيته للتعلم، مثلا اللي هي قياس الدافعية للتعلم، ممكن يعمل يشترك في إيجاد حل لها المرشد الطلابي المعلم. أيضا كذلك اتجاه المعلم نحو أو اتجاه المتعلم نحو المقرر، ممكن يقوم المعلم بإيجاد مقياس لمعرفة اتجاه المتعلم نحو المادة. أيضا كذلك السلوكيات التي تمارس في المدرسة، مثل السلوكيات تمارس بعض الطلاب،
الغياب المتكرر، التأخر الصباحي، مشكلات التنمر في المدرسة، يستطيع المرشد الطلاب أن يصمم بحث إجرائي لإيجاد حلول لها، لأن المؤسسة التربوية فيها العديد من الطلاب والإداريين والمعلمين، وبالتالي هناك اختلاف في المشاعر، اختلاف في الدافعية، اختلاف في السلوكيات الممارسة، وبالتالي عندما يكون في المدرسة 300-400 طالب شيء طبيعي أن يكون هناك سلوكيات تصدر من بعض الطلاب. هنا يأتي دور المرشد الطلابي، يأتي دور المعلم، يأتي دور قيادة المدرسة بعمل فريق لتصميم خطة إجرائية لإيجاد حلول لهذه المشكلات. أيضا كذلك علاقة المدرسة بالأسرة، خاصة أنك ما تكون علاقة سلبية، لابد المدرسة أن تتحرك في هذه الحالة وتصمم خطة إجرائية لإيجاد علاقة إيجابية بين المدرسة والأسرة. أيضا كذلك العلاقة بين المتعلم والمعلم لابد تكون علاقة إيجابية. عندما تكون العلاقة بين المعلم والمتعلم علاقة إيجابية حتما ستكون نتائج جيدة، لكن عندما تكون العلاقة غير جيدة المتعلم لا يستفيد من ما يقدم داخل قاعة الدرس. المشكلات المادية اللي تتصل بالإمكانات الموجودة داخل المدرسة، وهذه أيضا من مهام قيادة المدرسة، من مهام المشرف التربوي، من مهام مكاتب التعليم، أيضا من مهام إدارة التعليم، ولكن يستطيع المعلم أن يدلي برأي في هذه المشكلات وإيجاد حلول لها. بالتالي هذه المشكلات، وأيضا هناك مشكلات كثيرة جدا، لكن هذا التصنيف هو أقرب تصنيف للمشكلات الموجودة التي تحدث داخل الميدان التربوي. هل هناك مشاركة أو تساؤلات أو استفسارات في الجزء الأول من الجلسة؟ هل هناك استفسارات؟ اللي يسأل هل أي مشكلة تستحق البحث؟ إذا كانت هذه المشكلة تعيق الأداء، نعم تستحق البحث، لأن أصلاً المشكلة ما هي؟ هي عقبة تحد من تحقيق الهدف، فبالتالي أي مشكلة تعيق تحقيق الهدف تحتاج إلى حل. وبالتالي هل ممكن يكون في أكثر من متغيرين في صياغة عنوان البحث حسب طبيعة المشكلة؟ حسب طبيعة المشكلة، هل مثلا المشكلة تتعلق مثلا بالتحصيل والتفكير؟ هل مثلا المشكلة تتعلق بنوعين من أنواع التفكير؟ إلى حسب طبيعة المشكلة التي يستطيع أن يجد أن يحددها المعلم. هل هناك فرق بين المشكلة والظاهرة؟ المشكلة هي التي تعيق تحقيق هدف، والظاهرة اللي هي التي متفق عليها الجميع أنها مشكلة، لأن أحيانا تكون المشكلة في بيئة معينة لكن لا تكون في بيئة أخرى نفس المشكلة. إذا كان بعض المشكلة سببها كثرة العدد، ما هي إيجاد الحل؟ بالنسبة لكثرة العدد، هناك بالنسبة للمدارس التعليم العام محدد القاعات الفصل بالمتر المربع، وبالتالي قاعات الفصل تأخذ من 40 إلى 45 طالب خاصة في المباني الحكومية. إذا اجتمع أكثر من مشكلة فكيف يتم حلها؟ حدد بخطوات إجرائية لكل مشكلة، لأن أصلاً من الصعب جداً تجد خطة إجرائية لحل الكثير من المشاكل. وبالنسبة للبحث الإجرائي هو بحث مرن بسيط جداً، يعني الهدف هنا أن المعلم يضع خطة إجرائية بسيطة لحل مشكلة واقعية، يعني البحث الإجرائي بعيد جداً عن صرامة البحث العلمي. وضع خطة بسيطة جداً لأنمي التفكير الناقد، خطة بسيطة للارتقاء بمستوى التعليم، أضع أنشطة تزيد من فعالية المتعلم داخل قاعة الدرس. يعني ليس البحث الإجرائي أنه بحث علمي صارم ولابد فيه تحقيق الشروط
القوية في خطوات البحث العلمي، لا، تحديد المشكلة البسيطة، الاجتماع مع فريق والتأمل في إيجاد حلها، تنفيذ الخطة اللي تم الاتفاق عليها، ثم تطبق هذه الخطة الإجرائية فترة بسيطة جدا ويرى نتائجها في تحديد المشكلة. هل ممكن يكون البحث الإجرائي لاختيار مدى فعالية استراتيجية معينة؟ في ماذا؟ أستخدم الاستراتيجية لماذا؟ إذا كانت عندي مشكلة واقعية نعم، أما إذا كانت مثلا أبغى أطبق الاستراتيجية فتدخل هنا في خطوات البحث العلمي. طيب ننتقل للموضوع الآخر اللي هو شروط المشكلة التربوية في البحث الإجرائي. طبعا ما يميز البحث الإجرائي أنه يدور عن سؤال كبير جدا، كيف أطور عملي وكيف أستطيع أن أنمي من قدراتي المهنية. بالتالي ها إذا استطاع المعلم أن يحدد هذه المشاكل بواقعية وإيجاد حلول لها، فمعناته استطاع أن يطور أدائه داخل قاعة الدرس. هل هناك فرق بين الفاعلية والأثر؟ بالنسبة للبحث الإجرائي لا يهدف إلى قياس الفاعلية والأثر، هذه موجودة في البحوث العلمية، يعني لا علاقة لها بالبحث الإجرائي. البحث الإجرائي هو تحديد مشكلة واقعية حددها الممارس داخل قاعة الصف ووضع خطة مناسبة لحلها. أما الفرق بين الفاعلية والأثر هذه خاصة بالبحث العلمي في الدراسات الميدانية والدراسات التربوية في رسائل الماجستير والدكتوراه. ما هي المشكلات التي تحدث بإجرائي؟ هي المشكلة التي يستطيع المعلم أن يلاحظها، سواء كانت مشكلة تربوية تعليمية داخل قاعة الصف مرتبطة بالتحصيل، مرتبطة بالتفكير، مرتبطة بأساليب التقييم، مرتبطة بالأنشطة، مرتبطة بالمهارات، أو مشكلات نفسية مرتبطة بسلوكيات المتعلم ودافعيته، أو مشكلات اجتماعية من خلال علاقة بين المعلم والمدرسة، المعلم المتعلم، المدرسة والأسرة، أو مشكلات مادية مرتبطة ببيئة التعلم والمرافق الأساسية بها. الشروط الخاصة اللي تتعلق بالمشكلة أن تكون المشكلة المراد دراستها ومعالجتها مشكلة حقيقية واقعية. يعني هذا هو ما يميز البحث الإجرائي، إن المشكلة الموجودة التي يستطيع المعلم دراستها هي مشكلة حقيقية واقعية في البيئة التي يدرس فيها. يعني مثلاً هذا المعلم لديه مشكلة في عدم تنفيذ الأنشطة من قبل المتعلمين. طيب قد تكون هذه المشكلة ليست موجودة في مدرسة أخرى، فبالتالي هي تحل مشكلة واقعية واجهها المعلم. وبالتالي البحث الإجرائي هو يعني بحث مرن ليس فيه تعقيد، الهدف أن المعلم يجد خطة. وبالمناسبة يعني قد يكون المعلم بشكل طبيعي يحل مشاكل يوميا أثناء الدرس، يعني قد كثير من المعلمين ينفذون البحث الإجرائي باستمرار، لديهم مشاكل، يعني من ضمن هذه المشاكل التأخر عن خاصة في المرحلة الثانوية، التأخر عن حضور الحصة. يستطيع المعلم أن يحل هذه المشكلة من دون أن يلجأ للإدارة، وبالتالي هذه المشكلات ممارسة يومية مع المعلم، والمعلم الذي يمتلك مهارات البحث العلمي يستطيع إيجاد حلول مباشرة لهذه المشكلات. الشرط الثاني من شروط المشكلة البحثية التربوية أن يكون لدى المتعلم الباحث القدرة على الشعور بالمشكلة وأهمية بحثها ومعالجتها، وهذه طبعاً هذه تأتي مع الخبرة. يعني تجد المعلم الذي لديه خبرة 10 سنوات 20 سنة أقدر على أن تحديد المشكلة من المعلم الجديد، وبالتالي يجب على قادة المدارس أن يهتموا بالمعلم الجديد المنضم للتعليم حديثاً بإعطائهم دورات تربوية من قبل المعلمين أصحاب الخبرة القديمة في المدرسة لتعريفهم بالمشاكل التي ستواجههم في المدرسة وأخذ الخبرة من هؤلاء المعلمين حتى يستطيعوا أن يكتسبوا الخبرة مع استمرار الوقت. وبالتالي المعلم هو الوحيد الذي لديه القدرة الشعور بالمشكلة. يعني حتى المشكلات التي تطرح في بعض البحوث التربوية قد لا تكون موجودة في المدارس، يعني هي بحوث قائمة
لزيادة المعرفة العلمية ونظرية المعرفة العلمية، لكن المشكلة التي داخل القاعات المدارس لا يكتشفها إلا معلم ممارس، وبالتالي المعلم الخبير داخل المدرسة يستطيع أن يكتشف المشكلة مباشرة، خاصة من يمتلك مهارة البحث العلمي. اللي يمتلك مهارة البحث العلمي يستطيع أن يحدد المشكلة بدقة، ويحدد الخطوات الإجرائية لإيجاد حلولها من خلال التأمل والتفكر في العديد من الحلول التي يستطيع من خلالها أن يجد حل لهذه المشكلة. أن يتمكن المعلم الباحث من تحديد المشكلة وصياغتها بدقة، ويفضل أن تكون على شكل سؤال، تتم صياغتها على شكل سؤال محير ويدعو للتأمل. يعني مثلا من ضمن الأسئلة: كيف أستطيع أن أرتقي بمستوى الطلاب في مثلا عمليات العلم؟ أو كيف أستطيع أن أنفذ أنشطة إثرائية للطلاب الفائقين أو المتفوقين؟ بالتالي لابد أن يحدد الباحث هذه المشكلة. طبعا مصطلح المعلم الباحث لابد أن يكون موجود حاليا في مدارسنا، لأن يعني الآن لا توجه الوزارة لا ترغب في معلم ناقل للمعرفة أبدا، تلجأ أو ترغب أو تستقطب معلم، وهذا من ضمن الأهداف التي تلجأ لها الوزارة، اللي هي تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم. يعني الوزارة الآن لا ترغب في معلم ناقل للمعرفة فقط، إنما ترغب في معلم باحث، معلم لديه نظرة تربوية بعيدة المدى، معلم لديه القدرة على تطوير قدراته، معلم يساهم في النمو المهني الذاتي. وبالتالي من ضمن الأهداف للتعليم في التحول الوطني 2020 هو تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم. وبالتالي أصلاً تغيرت النظرة التربوية من قبل الميدان التربوي في حضور العديد من الدورات بهدف زيادة النمو المهني. أن تكون المشكلة الواقعية والتي تم تحديدها قابل الحل في حدود نطاق إمكانات المعلم الباحث وقدراته، وكذلك في حدود الإمكانات المادية والفنية والمسأل. يعني المشكلة التي موجودة داخل قاعة الصف يحدد لها حلول تكون في حدود نطاق إمكانية الباحث، يعني لا يحدد مثلا حلول مثالية أو أن نطبق إجراءات أكثر من حدود الإمكانات الفنية للمدرسة أو إمكانات المدرسة أو حتى أكثر من قدرات المعلم الباحث. أن يكون المعلم الباحث قادر على إثبات وجود المشكلة وإعطاء أدلة تبين جوانبها، وهنا تظهر قدرة المعلم على تحديد المشكلة. وبالتالي عندما تجد معلم صاحب خبرة في الميدان التربوي هو من يستطيع أن يثبت أو يستطيع أن يبين أن هذه المشكلة فعلاً تعيق تحقيق الهدف، وبالتالي لديه القدرة أن يحدد جوانبه ومظاهره. كيف يحدد الجوانب المظاهر؟ القراءة في أدبيات البحث التربوي، والعودة للدراسات التربوية التي تمت في هذا المجال، ومن خلالها يستطيع أن يحدد الأدلة على إثبات وجود هذه المشكلة. أن يستطيع المعلم الباحث تصدي المشكلة وحلها في وقت قصير نسبيا، وبالتالي هذا ما يميز البحث الإجرائي كما ذكرنا بحث مرن، ويحتاج إلى وقت قصير نسبيا. ممكن تحل المشكلة هذه في 4 حصص، ممكن تحلها في 6 حصص، ممكن تحلها في 5 حصص. يعني بالتالي ليس وقتا، يعني لا يتخيل لدى المعلم الباحث أن هذه المشكلة تستحق منه فصل دراسي، لا، هذه وقت قصير. حدد خطة مناسبة، تأمل في الحل إما كان مفرداً أو كان مع مجموعة، في خلال وقت قصير نسبياً يستطيع أن يجد حل لهذه المشكلة. أيضاً من شروط المشكلة أن تتناول جوانب محددة يمكن المعلم الباحث السيطرة عليها، فتكون المشكلة غير معقدة وغير متداخلة مع جوانب أخرى. وهنا اللي ما يقصد بها في البحث العلمي اللي هي ضبط المتغيرات، يعني ليس على الباحث هنا أن يضبط المتغيرات حتى يستطيع حل المشكلة، يعني لا علاقة له بالمستوى الاقتصادي للطلاب، ولا علاقة له مثلا بالفروقات العمرية مثلا، أو كما ذكرت الفروقات المادية. لا، يستطيع المعلم أن يحدد هذه المشكلة التي تحل في وقت مناسب، وهنا تختلف عن البحث العلمي. بالتالي هذه الشروط يستطيع المعلم داخل قاعة الصف أو في المدرسة أن يحددها بدقة، عندما يمتلك المهارات البحث العلمي، عندما يمتلك بعد النظر، الاطلاع المستمر، القراءة، اللجوء إلى الدراسات السابقة، وأيضاً كذلك الخبرة لها دور كبير جداً
في قدرة المعلم الباحث على تحديد هذه المشكلة. المشكلات التربوية موجودة في التعليم ولا يمكن أن تنتهي، لأن أصلا أنت تتعامل في مع بشر لديهم مشاعر وأحاسيس متغيرة، بالتالي هذه المشاكل مستمرة، وحتى الحلول للمعلم مستمرة وبشكل يومي، خاصة عندما يعني يستشعر المعلم قيمة أو أهمية المهنة يستطيع أن يجد الحلول لكثير من المشاكل. وبالتالي المعلمون الحمد لله فيهم الخير الكبير جدا، خاصة يعني في 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 وطننا الحبيب يستشعرون أهمية المهنة ويعاملون أبنائهم من الناحية الأبوية، والحمد لله فالتعليم عندنا بإذن الله في أيدي أمينة من قبل المعلمين والمعلمات السعوديين لحرصهم الكبير جدا على الارتقاء بالعمل التربوي، وبالتالي هم ممارسون بشكل يومي لكثير من الحلول للمشكلات التربوية. لا يتخيل الكثير يتخيل أن التعليم أو دور المعلم في داخل قاعة الصف، لا، هذه نظرة خاطئة جدا. المعلم يتعامل مع الطالب في الطابور الصباحي، يتعامل مع الطالب داخل قاعة الصف، يتعامل مع الطالب في أثناء الفسح، في الإشراف، في الصلاة، في الخروج، في الدخول، المعلم يتعامل معها بشكل كامل. ليس دور المعلم داخل قاعة الصف، بالتالي من ينظر أن دور المعلم هو دوره داخل قصر، هذه نظرة قاصرة جدا. المعلم يتعامل مع المؤسسة التربوية بشكل كامل، ويتعامل مع حالة الطلاب بشكل كلي، يعني ليس دور المعلم هو الجانب المعرفي فقط، يهتم بالجانب السلوكي، يهتم بالجانب الاجتماعي، يهتم بالجانب المهاري. وبالتالي دور المعلم دور كبير جدا، والحمد لله هذه الأدوار ذات نتائج إيجابية في تعليمنا العام، ولله الحمد. أي تساؤل في شروط المشكلة البحثية مطروحة للنقاش الزملاء والزميلات؟ هل يمكن اعتبار اختبار قبلي؟ نعم، وهذا الدليل قوي جدا أنك تعمل اختبار قبلي، سواء في مسألة مستويات التحصيل الدنيا أو العليا أو في مهارات التفكير، وأستطيع أن أستند على هذه النتيجة أن هناك مشكلة. إيش تقصد بغير متداخلة هذه؟ ما المقصود دكتور بغير متداخلة؟ تقصد في الشرط السابع محدد يمكن معلم بحث السيطرة عليه فتكون مشكلة غير معقدة وغير متداخلة؟ نعم، عندما تأتي تدرس مثلاً التحصيل، ضعف التحصيل مثلا في مستويات البلوم العليا ومهارات التفكير العليا، لا علاقة لك أنك بالجوانب النفسية. الجوانب النفسية أيضا لها إجراء آخر، هذا يقصد به أن تكون المشكلة غير معقدة. يعني أنا هدفي هنا أني أدرس التحصيل أو أدرس عمليات العلم أو أدرس مثلا التفكير، وبالتالي لا أنظر للجوانب الأخرى. كيف بحث أكثر من متغيرين؟ وضحي الأستاذة. من أستاذة؟ أستاذة نورة. كيف في بحثك غير متغيرين؟ أنت هنا تقومين بإجراء بحث إجرائي ولا بحث تربوي علمي؟ إذا اجتمع ضعف التحصيل والدافعية ما العمل؟ بسيط جدا، اختبار تحصيلي قبلي، وضع إجراءات الدافعية من خلال مقياس. البحث الإجرائي والتجريبي، البحث الإجرائي هو أصلا تجريبي واقعي. الحوار الرقمي يثير التحصيل. متغيرك المستقل الحوار الرقمي. الحوار الرقمي اتخذتيه كاستراتيجية. طيب وين المشكلة هنا؟ التحصيل بتعمل له اختبار،
ليس أي بحث تجريبي إجرائي. البحث التجريبي هو منهج من مناهج البحث. البحث التجريبي هو يعتبر من ضمن المناهج الشبه التجريبية. والبحث الإجرائي هو بحث يقوم به ممارس لمشكلة واقعية. المشكلة تكمن في تأثير الحوار الرقمي على التحصيل. طيب هل نفذت الاستراتيجية هذه اللي تقولينها استراتيجية؟ بالنسبة لي أنا ما قد مرت علي استراتيجية اسمها الحوار الرقمي. كيف نفرق بين البحث العلمي شبه التجريبي والبحث الإجرائي؟ بالنسبة للبحث الإجرائي هو بحث يقوم به ممارس لمشكلة حقيقية واقعية. وبالنسبة للبحث العلمي هو عملية منظمة لجمع المعلومات وتحليلها لغرض من الأغراض. وبالتالي البحث الإجرائي يختلف عن البحث العلمي في الصرامة. صح قد تتشابه الخطوات، لكن صرامة البحث العلمي لا تطبق في البحث الإجرائي. واستعرضنا أمس المقارنة بين البحث العلمي والبحث الإجرائي. ممكن نعيد نستعرضها مرة أخرى للمثل اللي ما حضر معنا أمس. هذه المقارنة. لابد تكون في البحث العلمي المهارة عالية جدا، البحث الإجرائي قليلة، لأن طبعا بحث مرن. الهدف من البحث العلمي هو تعميم النتيجة، بينما في البحث الإجرائي هو تطوير الأداة داخل المؤسسة وإيجاد حلول. تحديد المشكلة في البحوث العلمية تعود إلى أدبيات البحث التربوي والدراسات السابقة. وفي البحث الإجرائي مشكلة واقعية توصل لها الممارس. العينة طبعا تكون عشوائية أو ممثلة. والعينة في البحث الإجرائي تكون مقصودة يعني واقعية. التصميم بالبحث في البحث العلمي عملي وصار مدة طويلة، في البحث الإجرائي مرن ومدته قصيرة. الطريقة في البحث العلمي استنتاجية من نظرية ومن الفروض التي وضعت، أما في البحث الإجرائي استقرائية تشمل ملاحظة والتفسيرات، يعني يستقرأ النتائج من خلال الممارسات. بالنسبة لتحليل البيانات فهي الإحصاء في البحث العلمي يرجع إلى برامج الـ SPS. وفي البحث الإجرائي التركيز على الوصف، أيضاً قد يكون هناك نتائج في شكل نتائج بسيطة وأيضاً رسوم بيانية. الأهمية من البحث العلمي أهمية نظرية تزيد في النظرية المعرفية. وفي البحث الإجرائي عملية لحل مشكلة واقعية. نعود مرة أخرى لجلستنا. أدوات البحث الإجرائي، بس نبغى نعيد الشات. طيب أدوات البحث الإجرائي، طبعاً أدوات البحث الإجرائي لأدوات ووسائل تساعد على جمع البيانات التي يحتاجها الباحث. وبالتالي هذه الأدوات حسب طبيعة المشكلة. بالنسبة لعملية النشر،
أعتقد أن في جمعية جستن في جائزة خاصة بالبحوث الإجرائية ونشرها موجودة في جمعية جستن. أدوات البحث الإجرائي، تحديد الأداة مرتبط بطبيعة المشكلة، وبالتالي الأدوات هي عبارة عن وسائل وأدوات يستخدمها المعلم الباحث لجمع البيانات والأدوات التي يحتاجها في حلول المشكلة. قد يتطلب بحث أداة واحدة أو أداتين على حسب طبيعة المشكلة المطروحة. وبالتالي من الأدوات المستخدمة في البحث الإجرائي الاستبانة، المقابلة، الملاحظة والاختبارات والمقاييس. وممكن للباحث يستخدم أداة واحدة منفردة أو ممكن يستخدم أكثر من أداة حسب طبيعة المشكلة وهدف البحث وتوجهات البحث والإمكانات المتاحة. رفع البحث، والله ما عندي خلفية أستاذ الضحى في هذا الشأن، يعني لكم تتواصلي معهم. وبالتالي أدوات البحث هي وسائل يجمع بها الباحث بياناته، وليس هناك تصنيف موحد لهذه الأدوات، حيث تتحكم طبيعة فرضيات البحث في اختيار الأدوات الباحث أدوات المناسبة. يعني هذه أدوات البحث مرتبطة بطبيعة البحث، مرتبطة بطبيعة البحث على حسب طبيعة البحث. من أشهر أدوات البحث الاستبيان. نتعرف على الاستبيان من حيث مفهومه وخطوات بنائه والشروط العامة لصياغة عبارات الاستبيان. بالنسبة للاستبيان، هو عبارة عن أداة تشمل مجموعة من الأسئلة المكتوبة، يقوم المستجيب أو المفحوص بالإجابة عنها، وتستخدم في الحصول على البيانات من البحوثين مباشرة ومعرفة آرائهم واتجاهاتهم حول مشكلة أو مشكلة أو ظاهرة معينة. وبالنسبة للبحث الإجرائي، حول مشكلة حقيقية وواقعية موجودة في الميدان التربوي. عندنا أنواع من الاستبانات، هي الاستبانة المغلقة والاستبانة المفتوحة، وأيضا في استبانة مغلقة مفتوحة مع بعض، وفي استبانة المصورة. بالنسبة للاستبانة المغلقة اللي هو اختيار الإجابة المناسبة من بين الإجابات، يعني الأسئلة موجهة للمفحوص أو المستجيب، وعليه أن يستخدم أن يحدد الإجابة بما يتناسب مع رأيه الشخصي، وتكون مثلا على مقياس ثلاثي أو خماسي لمقياس ريكرت. الاستبانة المفتوحة أن توضع أسئلة مفتوحة وتترك الحرية للمفحوص بالإجابة عنها، أو أن تجمع الثنتين، تكون الاستبانة تحتوي على جزء خاص بأسئلة مغلقة وجزء خاص بالأسئلة المفتوحة، أنها تمزج بين النوعين على حسب طبيعة المشكلة. هذه تحددها طبيعة المشكلة. ما هي طبيعة المشكلة؟ هل طبيعة المشكلة تحتاج إلى أسئلة مغلقة أو تحتاج إلى أسئلة مفتوحة أو تحتاج إلى النوعين؟ والاستبانة المصورة، هذا النوع يقدم رسوما أو صورا بدلا من الأسئلة المكتوبة، ليختار المفحوصين من بينها الإجابات المناسبة. وبالتالي هذا مناسب مثلا للطلاب المرحلة الابتدائية أو محدودي القدرة على القراءة والكتابة. طبعا شروط الاستبانة، الشروط الشكلية: عنوان الاستبانة، اسم الباحث، الجهة المشرفة، طبعا حتكون داخل المدرسة من قبل المعلم الممارس، تكون موجهة لطلابه مثلا إذا كان بيدرس الاستبانة على الطلاب، أو تكون مثلا من قائد المدرسة إذا كان بيدرس مشكلة للمعلمين، أو قد تكون من المشرف التربوي يقوم بدراسة على مجموعة من المعلمين. يحدد فيها الغرض من الدراسة، إيش الهدف من هذه الاستبانة، وأيضا فيها رسالة تطبيعية، للرسالة التي توحي للقارئ بالإجابة على الأسئلة، وتحتاج إلى عبارات جيدة توحي للمفحوص أن يجيب على هذه الأسئلة للمساهمة في حل هذه المشكلة، وتكون هذه المعلومات سرية جدا من قبل الباحث. المعلومات الشخصية عن المجيب، الاسم، العمر، على حسب طبيعة المشكلة. إذا كان المعلم مثلا زي مثلا عزوف المعلمين عن حضور الدورات التدريبية، لابد تكون معلومات خبرة المعلم، عدد حضوره للدورات التدريبية، تخصص المعلم، وغيرها من المعلومات التي تتطلبها طبيعة المشكلة. ثم تعليمات الإجابة
والأسئلة. بالنسبة لعدد الأسئلة في الاستبانة تحددها طبيعة المشكلة، ودائماً في البحث الإجراء التجريبي تكون بسيطة جداً، ليست كما في البحوث العلمية من حيث عدد الفقرات أو نوعية العبارات المستخدمة. هناك قواعد لتصميم الاستبانة، في قواعد عامة للصياغة وفي قواعد تتعلق بصياغة الأسئلة. بالنسبة للقواعد العامة تشمل محتوى الاستبيان اللي هو الحجم، بحيث يفترض لا يكون كبيراً خاصاً في البحث الإجرائي، يعني قد يتجاوز صفحة بالكثير صفحتين في البحث الإجرائي، وكل ما كان قل حجمه لأن المشكلة بسيطة جداً. هذه المشكلة عاقت عمل المعلم وعمل المرشد الطلابي أو عمل المشرف التربوي وعمل قائد المدرسة، فيضع استبانة بسيطة يتم من خلالها إيجاد خطة إجرائية لإيجاد حل لهذه المشكلة. قواعد تتعلق بصياغة الأسئلة، يعني تكون عبارة واضحة وسهلة، يعني ما فيها تعقيد، واضحة المعاني، جمل أسئلة قصيرة مرتبطة بالمعنى، يحوي السؤال فكرة واحدة فقط، يراعي في صحة صدق الإجابة على الأسئلة، وضع أسئلة تراعي صدق المفحوص، وضع أسئلة خاصة ترتبط إجاباتها بإجابات أسئلة أخرى موجودة بالاستبيان. يعني يكون في الأسئلة في داخل الاستبانة أسئلة تكشف مدى جدية المفحوص في الإجابة على الأسئلة. ترتب الأسئلة من تبدأ بالأسئلة السهلة بشكل منطقي متسلسل على حسب مجالات الاستبانة. أي استبانة لابد يكون هناك مجالات لها، يعني مثلا لو أخذنا عزوف المعلمين عن الحضور الدورات التدريبية، يعني يكون عندي مثلا المجالات مرتبطة مثلا بالنصاب التدريسي، مثلا مرتبطة بالخبرة، أيضا مرتبطة مثلا بالمشكلات التي تواجه المعلم، يعني تحدد لها مجالات، وفي ضوء هذه المجالات تصاغ عبارات الاستبانة. طبعا في عندنا استبانة نستعرضها بعد قليل. خطوات الاستبانة، عندنا 4 خطوات لتصميم الاستبانة. الخطوة الأولى الهدف من الاستبانة، وطبعا هذا الهدف مرتبط بالمشكلة، يعني ايش هدفي من هذه الاستبانة. مثلا عندي الاستبانة اللي هو مثلا آراء الطلاب مثلا في منهج الأحياء الحالي، او مثلا في وضع الباركود الجديد في المناهج، ابغى اشوف استجابة الطلاب لهذه الإضافة الجديدة في المنهج، وبالتالي احدد مثلا مجالات واصيغ في ضوئها العبارات. الأسئلة الفرعية المتعلقة بالسؤال الرئيسي المشكلة، يعني هذه إذا عندي السؤال الرئيسي يتفرع منه أسئلة، وفي ضوء هذه الأسئلة أحدد المجالات، ومن خلال هذه المجالات أبني العبارات المرتبطة بهذه المجالات. بالنسبة لإجراء اختبار تجريبي الاستبيان، يكون مثلا داخل المدرسة بعد ما تصمم الاستبيان، لك عندك مشكلة ممكن تعرض على مجموعة من الزملاء المتخصصين، خاصة إذا كان في زملاء داخل المدرسة يحمل درجة الماجستير والدكتوراه، يستطيع أن يحكموا هذا الاستبيان تحكيم بسيط حتى يعني يكون جاهز للتنفيذ. ثم بعد ذلك يأخذ المعلم هذا الاستبيان ويعدل في ضوء المقترحات التي رآها الزملاء داخل الميدان، يعني ليس التحكيم اللي موجود في أدوات البحث العلمي وعرضها على عدد محكمين أكاديميين في تخصصات مختلفة، لا، الاستبيان يبنيه المعلم أو قائد المدرسة، ثم يستشير 4 أو 3 من المعلمين الذي لديهم الخبرة في هذا المجال للنظر في عباراتي في صياغتها في تسلسلها، وبالتالي يعدل في ضوئها. طبعا في عندي مثال لاستبانة لمعرفة آراء معلمي الأحياء نحو الدورات التدريبية على المناهج المطورة أو المناهج الحديثة. طبعا هذه المعلومات الأساسية اللي تكتب في بداية الاستبانة، الاسم والمدرسة، طبعا هذه دائما تكون اختيارية ليست إجبارية. الخبرة، هذه المتغيرات يبنى عليها مؤشرات معينة في النتائج، عدد الدورات التي التحق بها، ثم تكون هذه العبارة التطبيعية، أخي معلم الأحياء مثلا هذه الاستبانة تسعى لمعرفة رأيك نحو النمو المهني والتدريب على مناهج الأحياء المطورة والإجابة عليها بحيادية، يحسن من تقديم الأفضل للنمو المهني معلم الأحياء، وهكذا. يعني هذه رسالة يعني من خلالها تستحث الباحث أو آسف المفحوص بعبارات جيدة تجعل من هذا المفحوص أن يجيب على هذه الإجابة. طبعاً يفترض في الاستبانة أن يكون هناك مثال للإجابة على هذه الاستبانة،
طبعا الإجابة تكون خلال ثلاث مستويات، درجة بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة ضعيفة. طبعا حددت المجالات في هذه الاستبانة بهذه المجالات اللي أهداف الدورات التدريبية، هذا مجال محتوى الدورة التدريبية، أساليب التدريب في الدورة التدريبية، الإمكانات المادية والبشرية المتاحة للدورة التدريبية، المواعيد الخاصة بتنفيذ الدورة، التقييم والمتابعة. طبعا هذه تكون تستشف من طبيعة المشكلة الموجودة ومن الأسئلة الفرعية التي يفترض أن تفرعت من السؤال الرئيسي. أمام كل عبارة أو أمام كل مجال توضع عدد من العبارات، مثلا في المجال الأول تعريف معلم الأحياء بأهداف المناهج المطورة، هل استحوت عليها؟ وبالتالي هذه تعتبر استبارة مغلقة، يحدد المفحوص رأيه الذي يناسب أو يحدد الإجابة التي تناسب رأيه في هذا المجال. وهذه طبعا يفترض أن تكون إذا كان يطبقها المعلم يعرضها على مجموعة من المعلمين داخل المدرسة اللي يثق في قدراتهم ولديهم القدرات حتى يحكموها. إن قد تكون هذه اجتهاد مني، لكن تحتاج إلى مثلا مراجعة عند تطبيقها. أي يعني الهدف من هذه الاستبانة أنها تحتوي على مجالات وعبارات، وهذه من أنواع الاستبارات أو الاستبيان المغلق. وقد ممكن تضيف في الاستبانة إذا أراد المعلم أو المبحوث أو المفحوص أن يكتب رأي، تعتبر إذا كنت تضيفها في الاستبانة حتى تصبح استبانة مزدوجة مغلقة ومفتوحة. هل هناك تساؤل قبل ننتقل للجلسة الثانية لأن الوقت بدأ يداهمنا؟ بالنسبة لسأل عدد الأسئلة، ما هناك عدد محدد الأسئلة، هي طبيعة المشكلة من يحدد ذلك. طيب إذا ننتقل للجلسة الثانية قبل شروط الاستبانة، اللي هي أنواع الاستبانات، هي نفسها بالتجريبي. طيب أدوات البحث لا تختلف يا أخ سلطان العلزي، أدوات البحث لا تختلف سواء في الإجراء أو في التجريبي، لكن هنا أكثر بساطة من البحث التجريبي أو البحث العلمي. بطاقة الملاحظة كأداة أخرى، طبعا الملاحظة هي عملية مشاهدة أو متابعة ظواهر محددة لأفراد محددين خلال فترة زمنية محددة ضمن ترتيبات ذي تضمن موضوعية لما يتم جمعه من بيانات أو معلومات. وعندي نوعين من الملاحظة، ملاحظة بسيطة وتستخدم في البحوث والدراسات الاستكشافية التي لا يكون الباحث حولها معلومات كافية، وتستخدم هذه الملاحظة في الظروف العادية ودون إخضاع الظاهرة موضع البحث للضبط. وأيضا ملاحظة منتظمة يحدد فيها الباحث نوع البيانات المراد جمعها، وتمتاز هذه الملاحظة بتوافر شروط الضبط فيها، ويحدد فيها زمان ومكان الملاحظ بشكل مسبق، وتستخدم هذه الملاحظات غالبا في الدراسات الوصفية. وممكن نستخدمها في البحث الإجرائي عندما يكون لدينا مشكلة تتعلق بمهارة الملاحظة. وعندي نوعين من الملاحظة، ملاحظة بالمشاركة وملاحظة بدون مشاركة. الملاحظة اللي بالمشاركة يقوم الباحث بدراسة الظاهرة مباشرة بدون يشترك في أي نشاط، يقوم بالظاهرة مثل مراقبة العمال أو مراقبة العمال في أماكن العمل، أي مثلا مراقبة الطلاب في أثناء الفسح، يعني مراقبة الطلاب في أثناء الفسح لمعرفة مثلا دراسة سلوك التنمر بين الطلاب. هل يستطيع أن يكون عندي بطاقة ملاحظة ويدون الملاحظات التي يلاحظها أثناء الفسح أو أثناء فسح الصلاة أو أثناء الدخول المدرسة وأثناء الخروج من المدرسة؟ هذه ملاحظة بدون مشاركة.
والملاحظة المشاركة يعيش البحث الحدث بنفسه ويكون عضوا في الجماعة، وهذه أصلا الملاحظة المشاركة هي يوميا من المعلم داخل قاعة الصف. خطوات الملاحظة: أحدد الهدف من الملاحظة، يحدد مجتمع الدراسة. بالنسبة لمجتمع الدراسة أنا مجتمع مقصود، لأن المشكلة حاصلة في مجتمع معين داخل مدرسة. دراسة الخصائص الاجتماعية العامة لمجتمع الدراسة، محاولة الدخول لمجتمع الدراسة دون ملاحظة الآخرين، إجراء الدراسة عن طريق مراقبة الأفراد، يكون لدى البحث القدرة على معالجة المشاكل، الخروج من المجتمع دون ملاحظة، تحليل البيانات والمعلومات. يعني في البحث الإجرائي تصمم بطاقة ملاحظة على حسب طبيعة المشكلة. مثلا في ملاحظة أي معلم لاحظ أن الطلاب لا يقومون بتنفيذ الأنشطة أثناء العمل التعاوني. أثناء العمل التعاوني في عدد من الطلاب لا يقومون بمثلاً بالمشاركة مع الزملاء، يكون لديه مثلاً بطاقة ملاحظة حول هذا الموضوع، ويبدأ يؤشر على العبارات التي صممها في البطاقة، ومن خلالها يستطيع يستنتج الحلول لتحفيز الطلاب المشاركة مع الطلاب في التعلم والتعاون. أيضاً كذلك يستطيع مثلاً المعلم أو بعض في أثناء الطابور الصباحي مثلاً، في بعض الطلاب ما ينفذون التمارين الرياضية بشكل جيد، ممكن يلاحظ ذلك خلال بطاقة ملاحظة ويضع الحلول المناسبة. في عندي نموذج البطاقة، نعم سأستعرضها الآن. شروط الملاحظة يعني تكون الهدف، يوضح الهدف من إجراء الملاحظة، يعني مثلاً هذا الهدف مثلاً لدراسة مثلاً سلوك التنمر بين الطلاب، أو مثلاً دروسة ظاهرة أو مشكلة تأخر الطلاب في الطابور الصباحي، مثلاً مشكلة تأخر الطلاب في الصلاة مع الطلاب في جماعة في المسجد جماعة، يعني في بعض الطلاب يتأخر ما يصلي مع الطلاب في المسجد، هذه مشكلة، بالتالي لابد نعمل بطاقة ملاحظة لذلك ويلاحظ. استخدام الوسائل المناسبة، تحديد الفئات، تحري الموضوعية والدقة، إجراءات الملاحظة. طبعاً ننتقل للمثال بطاقة ملاحظة. هذه مهارة لمهارة مثلاً استعمال المجهر المركب والعناية به. طبعاً هذه بطاقة قد صممتها مسبقاً فحببت أني أستعرضها أمامكم هنا. مثلاً في بعض الطلاب في المرحلة المتوسطة أو حتى المرحلة الثانوية لا يحسن استخدام المجهر المركب والعناية به. طبعاً قائمة هنا على الأداء الصحيح والأداء الخطأ، لأن هذه المهارة قائمة على الإتقان، قائمة على الإتقان، وبالتالي هذه العمليات السلوكية مثلاً إخراج المجهر من محفظته أداه ولا ما أداه صحيح أو خطأ، حمل المجهر بكلتا اليدين إحداها تحمل الذراع والأخرى تحت القاعدة، وضع المجهر على الطاولة برفق بحيث يكون الذراع تجاه الطالب، إبعاد المجهر عن حافة الطاولة حوالي 20 سنتي، ينظف العدسة العينية والشيئية بعناية بورق تنظيف خاص، يحرك القرص بحيث تكون العدسة الشيئية على استقامة الأنبوبة، يحرك الجانب المستوي من المرآة والنظر من خلال العدسة، حمل الشريحة الزجاجية. وتقريبا عندي 15 عملية سلوكية ألاحظها في 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 أداء أداء الطالب، وبالتالي من خلالها أستطيع أن أصحح من تلك الممارسات الخاطئة في استعمال المجهر المركب من خلال هذه بطاقة الملاحظة. وبالتالي تستطيع أنك تصمم بطاقة ملاحظة لأي مشكلة تواجهك داخل قاعة الصف. مثلا إذا عندك مشكلة مثلا كما ذكرت في عزوف بعض الطلاب عن الممارسة في تنفيذ الأنشطة بشكل تعاوني، أو مثلا حتى تأخر الطلاب في الطابور الصباحي، هذه من المشاكل اللي تعاني كثير منها من المدارس، قد يكون هناك بطاقة ملاحظة تصمم لمعرفة ذلك. أيضا كما ذكرت السلوكيات اللي تمارس في أثناء الفسح وفي أثناء خروج الطلاب وفي أثناء أداء الصلاة. في تساؤل في الملاحظة يا شباب الزملاء والزميلات؟ ننتقل إلى الأداء
الأخرى اللي هي المقابلة، والمقابلة عملية مقصودة تهدف إلى إقامة حوار فعال بين الفاحص والمفحوص أو أكثر الحصول على بيانات مباشرة ذات صلة بمشكلة البحث. وهذه المقابلة قد تكون فردية بين المعلم والمتعلم، بين المرشد الطلابي والمتعلم، بين قائد المدرسة والمعلم. يعني هذه مقابلة فردية مباشرة، وهي أكثر مقابلات استخداماً في البحوث بشكل عام، كمقابلة التوظيف كمثال لها. لكن داخل المدرسة المقابلة مثلاً المعلم على سبيل المثال اللي يتأخر بشكل يومي عن حضور الطابور الصباحي، من ضمن الأساليب اللي استخدمها يفترض استخدامها قائد المدرسة اللي هي المقابلة الفردية قبل أي إجراء يتخذ ضد هذا المعلم، المقابلة الفردية لمعرفة تشيل المشاكل أو الأسباب التي تؤدي إلى عدم حضور مثلا هذا المعلم بشكل يومي مبكر قبل الطابور الصباحي. أيضا كذلك بعض الطلاب مثلا اللي يحاول أن يستخدم الدخان ويستخدم الأشياء الممنوعة كالشمة أو غيرها داخل المدرسة، يستطيع المرشد الطلابي أن يعمل مقابلة فردية ويكون لديه أسئلة مكتوبة حول هذه المشكلة، ويبدأ يسأل هذا الشخص بشكل فردي. مقابلة جماعية بين الفاحص والمفحوص، أيضا في ضمن عمل الإرشاد الطلابي اللي هو المقابلة الجماعية حول مشكلة معينة. مقابلة الحرة لاستخدام أسئلة محددة مسبقا وتعطى للمفحوص ويجيب عليها. طبعا شروطها لا تختلف عن شروط الاستبانة من حيث الهدف من إجراء المقابلة وتحديد الفئات وتحري الدقة في الأسئلة. طبعا لم أدرج هنا بطاقة مقابلة سقطت مني سهوا، أعتذر حقيقة، ولا هي موجودة جاهزة. في تساؤل حول المقابلة، بطاقة المقابلة. هل هنا تساؤل للزملاء والزميلات؟ طيب آخر شيء اللي هو تصميم اختبار التفكير الناقد. أنا جبت التفكير الناقد هنا على أساس أن استعرضنا في المشكلة بحث إجرائي تفكير الناقد كمتغير نستطيع تنميته من خلال استخدام استراتيجية معينة. بالنسبة لي يسأل عن اكتفاء بواحدة من الأدوات على حسب طبيعة المشكلة. إذا كان طبيعة المشكلة تتعلق مثلا بالتحصيل نكتفي بالاختبار التحصيلي. إذا كان مثلا يتعلق مثلا بالتحصيل ومثلا قياس مهارة معينة ممكن نستخدم التحصيل وبطاقة ملاحظة على حسب طبيعة المشكلة، لأن المشكلة في البحث الإجرائي قد نكتفي بأداة واحدة وقد نكتفي بأكثر من أداة حسب المشكلة التي توصل لها الباحث أو المعلم الباحث الممارس. بالنسبة للتفكير الناقد، طبعا نعرف أن التفكير بصفة عامة هو عملية عقلية يمارسها المتعلم عندما يتعرض لمشكلة معينة، وتظهر هذه الممارسة في شكل معرفة. بالتالي يعني لا نستطيع نعرف كيف فكر هذا المتعلم، لكن نستنتج ذلك من خلال الممارسة المعرفية، المعرفة التي توصل إليها. وبالتالي التفكير الناقد هو عبارة عن نشاط العقل اللازم لملاحظة الظواهر والأحداث المتصلة بموضوع معين أو مشكلة معينة وتقييمها وفقا لشروط محددة للتوصل إلى نتائج معينة بطريقة منطقية وإصدار حكم باستخدام مهارة محددة. وبالتالي هناك العديد من المهارات الخاصة بالتفكير الناقد، أوردت منها 4 مهارات لتعرف الأخطاء المنطقية وقدرة الفرد على تحديد الخطأ الموجود ضمن سياق المعلومة المقدمة له. يعني ممكن أنك تعمل عبارة في أي موضوع معين وتورد داخلها مفردات خاطئة لا تتفق مع العبارة، وبالتالي إذا كان المتعلم من القدرة يكتشف الأخطاء المنطقية فمعناته يحقق المهارة الأولى لتعرف الأخطاء المنطقية. الاستنتاج اللي هو قدرة الفرد التمييز بين درجات احتمال صحة الخطأ نتيجة معينة لارتباطها بوقائع معينة
بدائل حل المشكلة، يعني الفرد لديه القدرة على اختيار أنسب الحلول للمشكلة المطروحة عليه، وتقييم الحجج قدرة الفرد على إدراك الجوانب المهمة التي تصل اتصال مباشرا بقضية معينة، وطبعا نستعرضها هنا بشكل تطبيقي حتى تصل المعلومة. المشكلة اللي هي بدائل حل المشكلة، أخذنا كبدائل حل المشكلة المهارة الثالثة في درس البكتيريا. طبعا الأمثلة كلها من تخصصي فأعتذر يعني، لكن إن شاء الله نتصل الفكرة. تعريف بدائل حل المشكلة هي قدرة الفرد على اختيار أنسب الحلول للمشكلة المطروحة عليه. العبارة عندما تتعرض البكتيريا لظروف بيئية غير ملائمة كأن يقل الماء أو يحدث تغيير شديد في درجة الحرارة أو تقل المواد الغذائية، فما هو البديل المناسب للبكتيريا؟ أضع للطالب عدد من البدائل. تقوم البكتيريا، هذه البدائل اللي حددتها، تقوم البكتيريا بإنتاج البوغ الداخلي، تفرز غاز الميثان بكثرة، تقلل من عملية البناء الضوئي. طبعاً يستطيع من خلال هذه العبارة والبنية المعرفية الموجودة أن يحدد أين البديل المناسب والبديل غير المناسب. بالتالي إذا حدد أن هذا بديل مناسب وهذا بديل مناسب بشكل صحيح، معناته أن لديه مستوى عالي في مهارة بدائل حل المشكلة. مهارة الاستنتاج، نستعرض تعريفها، لقدرة الفرد على التمييز بين درجة احتمال صحة أو خطأ نتيجة معينة تبع لدرجة ارتباط بوقايا معينة تعطى له. المهارة الثانية العبارة، تعيش البكتيريا البدائية في المياه الكبريتية، تعيش البكتيريا البدائية في درجة حرارة فوق 80 درجة مئوية. نستنتج من ذلك الاستنتاجات المقترحة، البكتيريا البدائية توجد في البيئات القاسية، البكتيريا البدائية توجد في كل مكان طبعاً، والبكتيريا البدائية تخرج عن غاز الميثان. طبعاً الاستنتاج الصحيح أن البكتيريا توجد في البيئات القاسية، ليست في كل مكان تخرج غاز الميثان، يعني ليست استنتاج كامل، في نقص في هذه البيانات. تعرف الأخطاء المنطقية اللي قدرة الفرد على تحديد الخطأ الموجود ضمن سياق المعلومات المقدمة له، هذه العبارة تسمى مجموعة من البكتيريا البدائية بالمولد الغاز الميثان، فهي مخلوقات لا هوائية، أي أنها لا تستطيع العيش في وجود الأكسجين، لتستخدم ثاني أكسيد الكربون في أثناء التنفس وتخرج غاز الميثان باعتباره مخلفات أو فضلات تتخلص منها. أين الخطأ المنطقي في هذه العبارة؟ أعطي مجموعة من الأخطاء ويستنتج الخطأ المنطقي اللي هو تقوم البكتيريا البدائية بعملية البناء الضوئي. المهارة الرابعة اللي تقيم الحجج، يعني يكون لدى الفرد القدرة على أنه يحدد إدراك الجوانب والمتصلة ويحدد الحجة من حيث قوتها أو ضعفها، وبالتالي الإجابات أو الأسئلة التي تحتوي على الإجابة لا أو نعم مفردة هذه تعيق التفكير. يعني أنك تسأل هل وتكون إجابة بنعم أو لا، هذه هي تعيق التفكير. لكن دائما لكي تنمي هذه المهارة ابرزها بالمبرر العلمي، ابرزها بالمبرر العلمي، لا تكتفي بإجابة نعم أو لا. نعم أو لا معناتك هنا حجرت التفكير ولا يستطيع المتعلم أن يفكر. فمثلا العبارة هل بكتيريا شريشيا كولاي التي تعيش في الإنسان هل هي ضارة؟ طبعا لا، لأنها تكون فيتامين كي الذي يساعد في تجلط الدم. نعم، لأنها تسبب للإنسان التسمم الدموي. نعم، لأنها تسبب مرض للإنسان في قرحة المعدة. بالتالي الإجابات تكون بنعم ولا، لكن يبين أين الحجة المقترحة، الحجة القوية طبعا، وهذه تعود إلى البنية المعرفية التي يتمتع بها المتعلم. بالتالي هذه أربع مهارات في التفكير الناقد. اللي ذكر التبرير ينمي مهارات التفكير العليا، نعم، وأيضا ينمي مهارات التفكير الناقد بتحديد الحجة القوية و الحجة الضعيفة اللي يستطيع من خلالها أن يبرر لهذه العبارة. في أي تساؤل في هذا الجزء يا شباب؟ المهارة الأولى، نعم،
تعرف الأخطاء المنطقية ويعني قدرة الفرع تحديد الخطأ الموجود ضمن سياق المعلومة المقدمة له، اللي هي هذا السؤال الموجود حق تعرف الأخطاء المنطقية. بالنسبة تعرف الأخطاء المنطقية في أي مقرر تستطيع أنك تحدد تكتب عبارة حتى في اللغة العربية، تكتب عبارة متكون من 3-4 أسطر وتدخل من ضمنها أخطاء، مثلا تحط في المدرسة، مثلا تكتب في المدرسة تو. إذا كان الطالب لديه القدرة معرفة ما بعد حرف الجر المجرور يستطيع أن يكتشف ذلك، اللي هو اكتشاف الخطأ المنطقي في العبارة، وهي من أكثر المهارات التي نستطيع أن ننميها بشكل كبير في مقرراتنا. أي تساؤل للزملاء والزميلات؟ لأن هذه آخر جزء من ال ما علاقة تنمية التفكير الناقد في مهارات البحث الإجرائي؟ التفكير الناقد ليس من مهارات البحث الإجرائي. التفكير الناقد أوردنا هنا كمتغير تابع، إن هناك مشكلة لدى الطلاب في تنمية التفكير الناقد نحدد هذه المشكلة مثلا باختبار قبلي، يعني هذا مثلا اختبار نحط اختبار قبلي، ثم نحدد بعد ذلك مثلا طريقة تدريس معينة خلال فترة معينة ونفذها كإجراء، ثم نطبق الاختبار بعد مثلا 4-5 قصص وأشوف الإجراء الذي هل كان له دور في تنمية مهارات التفكير الناقد ولا لا. يعني أورد التفكير الناقد كمتغير تابع. ما هي الاستراتيجية المناسبة لحل مشكلة عدم قدرة الطلاب تعرف؟ بالنسبة لاستراتيجيات التدريس لا نستطيع أن نحدد استراتيجية بعينها أنها تنمي المتغير التابع الفلاني. نفذ طبق الاستراتيجية وشوف أثرها ودورها. يعني مثلا لا أستطيع أقول مثلا دورة التعلم الثلاثية تنمي الخطأ المنطقي، ولا أستطيع أقول نموذج وتلي يمثل الخطأ المنطقي. يعني ليست هناك استراتيجية بحد ذاتها تنمي كذا. أنت جرب حط الإجراء هذا وجرب وشوف، وبالتالي تستطيع أن تحكم بعد الإجراء، بعد تنفيذ الإجراء. الأسئلة متاحة يا شباب يا الزملاء والزميلات. هل هناك تساؤل في هذا الجزء أو في الجلسات اللي كانت أمس؟ البحث الإجرائي بحث بسيط وسهل وأصلاً يمارس بشكل يومي من قبل المعلم والمتعلم. شروط المشكلة في البحث الإجرائي، اللي يسأل عن البحث الإجرائي، شروط المشكلة في البحث الإجرائي. هذه شروط المشكلة في البحث الإجرائي. طبعاً المشكلة تكون المراد دراستها معالجتها مشكلة حقيقية واقعية اكتشفها معلم ممارس. معلم اللغة العربية مثلاً اكتشف ضعف الطلاب في الإعراب. هذه مشكلة واقعية، يتأمل في هذه المشكلة، يضع عدد من الحلول، يحدد خطوات إجرائية أو إجراء معين وينفذ هذا الإجراء، ثم يقيس هذا الإجراء. يعني مشكلة واقعية حقيقية. في اللغة الإنجليزية مثلاً مشكلة الترجمة. المادة العلمية هي من خاصة بجمعية جسم، ليست خاصة بالمدرب، هي من ممتلكات جمعية جسم، بالتالي لا أستطيع أن أرسل هذه المادة العلمية لأنها خاصة بالجمعية السعودية العلمية للمعلم. هل هناك تساؤل للزملاء والزميلات؟ لا يوجد شهادات حضور، لأن هذه طبعاً تعتبر
سلسلة من أدوات النمو المهني تبنتها جمعية جسم كبداية للفائدة العلمية، ولكن في المستقبل القريب إن شاء الله بإذن الله ستتبنى جمعية جسم العديد من الدورات وتمنح عليها شهادات بإذن الله مستقبلا. لمراجعة الشرائح، أي جزء من الشرائح؟ لأنه صعب استعادة 72 شريحة. في الوقت الحالي هذه الدورة تعقد الفترة، لكم ممكن مستقبلا إن شاء الله حتنفذ على شكل دورة تدريبية بإذن الله، ممكن مستقبلا إن شاء الله. اللي يسأل عن الشرائح، طبعاً كانت أمس عن تعريف البحث الإجرائي، أهداف البحث الإجرائي، أنواع البحوث الإجرائية، خصائص البحث الإجرائي، مقارنة بين البحث الإجرائي والبحث العلمي، خطوات البحث الإجرائي. هل هناك تساؤل قبل ما أختم يا الزملاء والزميلات؟ لا يوجد شهادات، بالنسبة لا يوجد شهادات ولا مشاهد، هذه مبادرة من جمعية جسم كباكورة أنشطتها، وبإذن الله في المستقبل القريب حيكون هناك إن شاء الله شهادات للعديد من الدورات القادمة إن شاء الله. سجلوا كأعضاء في جمعية جسم لتستمتعوا بالكثير بإذن الله من الميزات في الأيام والأعوام القادمة إن شاء الله. ختاماً شكرا لكم جميعا على الحضور، على المشاركة، على التفاعل. هذه الندوة هي لسلسلة الندوات تبنتها الجمعية السعودية العلمية للمعلم جسم ومقرها كلية التربية في جامعة الملك خالد، لها حساب موجود على تويتر، تابعوا الحساب فيه العديد من التغريدات التي توضح دور هذه الجمعية. أيضا ممكن تدخل على موقع الجمعية من خلال جوجل ومن خلال موقع جامعة الملك خالد وتسجل كعضو في هذه الجمعية. التسجيل كعضو في تغريدة مثبتة في حساب الجمعية على تويتر موجودة. ختاماً أشكركم جميعاً، أشكر منصة تزامن الممثلة في عمل التعلم الإلكتروني، نشكر الأستاذ محمد الجار الله المتواجد معنا من بداية الندوة إلى الآن وهو متواجد وداعم لهذه الندوة. شكراً لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.